ولو قال قائل في تاريخ الطبري خالد بن الوليد قتل مالك ابن نويرة، وهذا مشهور في هذا الكتاب، وأنه أحرق هذا الرجل، أحرق رأسه ووضعه في قدر، هذا لا يصح، وقد رددت عليه من 10 أوجه يدل على ضعفها، وهذا الكلام موجود في اليوتيوب لمن أراد أن يرجع إلى ذلك. سلمنا بأن تلك الآثار صحيحة، فقد قال ابن قدامة كما في المغني وذكر ذلك غيره، قال: وبعد هذه الآثار لم يرى خلاف بين العلماء في تحريم هذا الفعل، ونقل الإجماع غير ابن قدامة رحمه الله.